ونختم بموضوع عن أعدي الحب الذي يعتبر مناسبة دخيلة على المجتمع الجزائري، والإسلام يستنكر هذه العادة ولا يقرها كونها تتنافى مع المبادئ والقيم وقيم ديننا الحنيف. التفاصيل مع أسامة حجو. المحلات تعد العدة وتحضر المؤونة التي يغدي بعض الشباب منها مناسبة ما يسمى بعيد الحب، هم يسمونها هكذا، فكيف يصفها الشرع؟ أولا، عيد الحب هذا ليس من ديننا الحنيف ولا من تقاليدنا وأعرافنا الإسلامية ولا الجزائرية ولا العربية، وبالتالي فهو من تقليد غربي، تقليد أعمى يجر كذلك إلى العديد من المفاسد واللا أخلاقية وغير ذلك، وبالتالي فعلي فحكمه أنه حرام، طبعا في محرم ما دام يؤدي إلى الكثير من المحرمات. حتى في العادة والعرف عند المجتمع الجزائري المناسبة هذه دخيلة، يعني نحن مسلمين عندنا الدين تاعنا يضبطنا، عندنا الأعراف والقيم تاعنا والتقاليد تاعنا كذلك، هي مستنبطة من الدين تاعنا وتتماشى مع الدين تاعنا أيضا تضبطنا، كل ما عدا هذا فهو تافه، ينبغي أن نترفع عنه وأن نتحاشاه، يعني وأن ننأى بأنفسنا من أن نهبط إلى هذا الحضيض، يعني لأن كل هذه الأشياء باش الإنسان يهبط للحضيض، يعني يولي الإنسان منحط، والحضارة الإسلامية ليست حضارة منحطة تحتفل بهذه الأشياء. ديننا الحنيف ينفي هذا النوع من الأعياد، والرسول عليه الصلاة والسلام يبارك للمسلمين عيدين فقط، هما عيد الفطر وعيد الأضحى.